بعد نجاح فيديو ازاي تاكل بيتزا ببلاش، فاكره يا اسطى؟ فاكره، ده انا حافظه صم. تعالى اقولك ازاي تاكل بيتزا في كايرو فيستيفال ببلاش. 3 مليون واحد كلوا بيتزا ببلاش، فقلت بقى نجرب مطعم جديد وهو كانزاس، وكان قدامه بالظبط. كانزاس بيبيع طبعا فراخ، بيبيع ريزو، وبيبيع حاجات كتيره جدا جدا، وكذا حد قال لي عليه، وبيبيع طبعا سندوتشات بيقولوا عليها خطيره جدا جدا، فقلنا نجربه. وجربنا النهارده حاجه اسمها لانش ميل ب 60 جنيه، هي بتبقى 2 قطعة فراخ، وبتبقى معاها بقى كولسلو وخبز ومشروب بيبسي يعني وبطاطس والكلام ده، فقلنا نجربها. وفي بوكسات كتيره جدا جدا، ولكن حسيت اللي ب 60 جنيه ده قيمه مقابل سعر، والحساب كان 120 جنيه بالظبط عشان احنا طالبين 2، يعني هو الواحد ب 60 جنيه فقط. وطبعا هنا انا جايب طبعا الاكل، وباين عليا ان انا فرحان جدا. بص بقى حته المنتج الجامده دي بقى، والاكل طبعا بيبقى كولسلو وكاتشب وبيبسي وعيش خبز كده شكله مش قد كده يعني، وشويه بطاطس البوتيتوس وقطعتين فراخ. وبصراحه كانسز ما عجبنيش خالص خالص، ولا الفراخ كانت حلوه، ولا العيش كان حلو، ولا البطاطس كانت حلوه. هو مش احسن حاجه، كايزر تحسه بايت شويه مش طازه. الفراخ لو كانت مخليه كانت احسن بكتير، بس انا كواكل انت يعني في عظم في الحوار، فمش احسن حاجه. اديله كام من 10 يعني؟ 7. تقييمي لمطعم كانسز ممكن مثلا يبقى 7 من 10، 7.5 من 10، بلاقي ده كان كرم قوي، لان الفرخه ما كانتش مخليه، يعني واجهت صعوبه ان انا لسه اشيل بقى العظم والكلام ده يعني. بصراحه ده اوحش مطعم كلت فيه فراخ في حياتي هو كانسز. طبعا انا اسف جدا جدا لكانسز، انا ما اعرفش هل انا مثلا جيت في يوم كان فيه الفراخ وحشه ولا ايه، بس الاوردر كله كان سيء، الفراخ ما كانتش حلوه خالص خالص يعني. ادي الكانسز انا اسف جدا جدا 4، اذا ما كانش كمان 5 من 10، ده 5 انا كده كلمهم جدا جدا، ولكن حاسس ان هو 4 حلو جدا جدا عليهم. انصحك لو انت معاك 60 جنيه في خيارات اكتر بكتير جدا جدا واحلى بكتير جدا جدا من كانسز، ولكن ما تروحش كانسز خالص عشان ما عجبنيش. لو انت عندك راي تاني ممكن تكتب لنا تحت في الكومنت، تقولوا لي عايزيني اجرب مطاعم ايه تاني. وكالعاده دوس يا كوتش، سلام عليكم.